باش يحكي لنا الدكتور بطبيعة الحال على السفر نتاعه الى العاصمة والاجواء الجديدة اللي عاشها في كلية الطب. تونس. انا تسمى انا ممكن ثالث مرة نمشي لها وقت اللي مشيت للكلية. ايوا انا مشيت لها مرتين وثالث مرة نمشي لها تونس. دونك ما زلت ما نعرفش بكل تونس بكل بكل. لكن وقتها موجود خويا الكبير عادل وطارق مجدين غادي يحتضنوني بالقدا ووروني ثنيه معناها ثنيه صحاح كو. الاكسبيريونس نتاع الكليه في تونس اكسبيريونس كبيره ياسر. تعرفت على برشا ناس باهين وتعلمت برشا اشياء في الكليه نتاعنا. اول حاجه تعلمتها انه ما ثماش اكشاك ما ثماش فشل. نعم ثم اكسبيريونس تتعلم منها وتقدم القدام. وذاك اللي خلاني انا معناها حتى كي تعثرت من الاول ما حسيتش احساس بالفشل. حسيت لي انا تعلمت حاجه باش ننجح القدام ولله الحمد معناها بعد الفشل هذاك تعديت الامور بالقدا. ما نقولش فشل الدكتور انا مش نقول كل جواد كبوه ولكن نقول هذيك ربما تعطيك حافز باش تواصل لان الاراده نتاعك والعزيمه نتاعك من الاول هي كانت الحصول على الشهاده الطب. هكا ولا با دي شيك يا توجور دي اكسبيريونس وهو كذلك دي اكسبيريونس كي ابوتي على ريسيت معناها تجارب توصلك للنجاح والهدف وللهدف اللي بنيته لنفسك. نعم الحق بتاع ربي الوالد الله يرحمه ان شاء الله يسامحنا. تعب معنا برشا تعب معنا برشا 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 في الفترة هذيك لأنه نحن ونيتي كنا ثلاثة في تونس نقراو. نعم ومعناش بورس بلاش بورس دونك نقراو على جيب الوالد معناها هذا جوست بين قوسين معناها للتذكير وكو. نعم باش الناس باش تعرف اش معناها معلم وخرج ثلاثة طب ما شاء الله. هو نجم نقوله الاستثمار استثمار اللي انسان 1000% نعم في اولاده. فمن الانسان يستثمر في حاجه تجاريه ولكن استثمار في اولاده والاستثمار والحمد لله اتى باكله ولله الحمد ولله الحمد, ولله الحمد. وفرحته كانت عظيمه جدا وقت اللي وصل الناس الكل وصلت والكل في بر الامان بين قوسين معناها بر الامان الدنيوي معناها ولله الحمد معناها الناس الكل اللي خططت وصلت له. به دكتور انت قلت لي وقت نجحت في الباك كانت فرحه كبيره في العائله والوالد صل باش بكى معناها الفرحه هذيك. ما تتصور انك نشوف انا كان نتخيل انا اطار او نتخيل مشهد دكتور ابو القاسم ياخذ الشهاده نتاعو في الطب كيفاش يكون دور العائله كيفاش يكون التاثير النفسي على العائله خاطر نتصور التاثير يكون اكبر واكبر بما ان الطموح وصلت بان الهدف حققته التأثير ذلك على العائلة اللي كانت متضامنة كانت سوليدير وهذه شيء نقطة إيجابية جدا لعائلة البرهومي. كيف شعور العائلة بعد حصولك على شهادة الطب دكتور أبو القاسم؟ ولا إيش حسب رأيك مش يكون شعور مش يكون شعور كبير هذا ما سطيش بقول لنا شعور كبير بالفرحة لأنه حقيقة فما تضامن كبير بين في العائلة بكل الحمد لله الوالد وأخواتي البنات وأخواتي الكبار والناس الكل معناها ديما شغلنا الشاغل انه نوصل ناخذ الدكتوره نتاعي ومن بعد حتى كيما طارق خويا كي خذاها كيما انا كيما حافظ كي خذا الدكتوره نتاعو الفرحه ديما تكون كبيره ياسر ما وصفها باللي مش توصفها ما تنجمش توصفها لانه الوالده والوالد اللي تعب الكل اللي تعبوه والسهر الكل اللي سهروه لقاو من بعد نتيجه في صغارهم وهذا اللي ديما نوصي فيه ونوصي الناس الكل الانفستيسمون الصحيح راهو في صغاركم. الانفستيسمون الصحيح راهو في صغاركم ماهوش في حاجه اخرى. بطبيعه الحال الفرحه فرحه فرحتين وفرحه الوالد فرحه الوالده وفرحه الاخوه. اذا لشهاده الطب ثم المسار مسار دكتور ابو القاسم بعد ان تحصل على شهاده الطب هل عملت في المستشفى الجامعي بالقيروان؟ هل عملت في مصحات خاصة؟ هل كان تكوينك أو استاج اللي قمت به في أي مرفق عمومي قمت به؟ الاستاج ما نحن بعد ما نكملوا الشهادة نعملوا عامين استاج دانترنا سيسا الاستاج عملت استاج بارتو يعطوه ما لسنسيل عندي أني عملت دو استاج في القروان خاطر نحب نعمل استاجات في القروان استاج دول عملته في قسم
طب الأطفال، وستاج ثاني قضي في قسم التوليد. طب الأطفال وقتها كان سي دكتور العامري هو السيرفيس. نعم. وفي القسم هذا معناها تحية خاصة للدكتور سمير الفجري اللي هو كان أجريجي، وفي الفترة ذيك هو خرج ولا معناها ما كملش معنا أخصائي طب الأطفال. نعم. كان أستاذ مبرش في طب الأطفال، ووقتها هو في الفترة ذيك خرج، وهو وقتها عنده انترافاي يعمل فيه. سي سمير سي معنا عطاك العمل اللي كان مش حب يوصل به هو. لا، هو يخدم في عمل مع بلاس باستور، مع أيوة. باستور عطاني العمل اللي انا، قال لي كملوا انت واعملوا تازك، يعني انا مش نخرج. نشكر شكر خاص، ودكتور سمير الفجري معناها ستان كالكان دو بيان، معناها انسان قبل ما يكون طبيب. دونك هذه الشهاده ليلو هو باش تحيه باش نعطيه حقه معناها، وتحيه ليلو. نعم. قسم بيداتري كان قسم بالحق معناها تتعلم فيه بالكداب الكداب. شكون اللي نجم يمشي يعمل ستاج انترنا بيداتري في القروان؟ خاطر بريمو كل شيء تتعلمه في البيداتري في القروان، وتشوف توت لي باثولوجي، معناها تخرج بيان فورمي في سور البلون معناها لي باثولوجي بيداتري، معناها امراض الاطفال. امراض الاطفال. نعم. ومن بعد تحولت لقسم توليد، عملت ستاج وقت اللي كان فيه سي رشيد نقرا شيف سيرفيس. نعم. كيف زاد ستاج جينيكو، هذا زاد معناها كي تقول لانترن في سيرفيس اخر تقول له نعمل ليكو ونشوف نعمل دي زيكو ونشوف نعمل دي كونسلتاسيون اكسترن، معناها نشوف الحوامل انا ونعطيهم كل شيء، يستغربوا يعني هما ما يوصلوش يعملوا ايكو في سيرفيس اخر. دونك زاد السيرفيس، خاطر هما لي دو سيرفيس هوسبيتال يونيفرسيتير اللي كانوا موجودين مع الشيرجي بيان سور. تجربة كبيرة ياسر، تجربة طيبة، إثراء تجربة إثراء، وتحسك في الوقت ذاك اللي أنت بريمو طبيب وقادر أنك تمارس مهنة الطب. نعم. القرية اللي أنت مازلت ما كملتش المسيرة متاع الستاج تاعك، لكن تحس اللي أنت طبيب وتنجم تمارس مهنة الطب في أي لحظة وفي أي وقت. بعد الانترنا وعملنا التاز وقدمنا التاز كيف قدمتها في تونس. سيتي كان عام تقريبا عام 2003 جكرو 2003 2003 دونك كيف تاز حضار الوالد وحضارة الوالدة هذيك فرحة أخرى. اي فهد زغريت زاد في كلية الطب. أيوة. الوالدة زغردت و أنا فرح كبير ياسر، لأني الفاميلي تاعنا العائلة تاعنا عائلة بسيطة جدا، وإن العائلة البسيطة هذه توصل بسيطة ولكنها كبيرة في المبادئ نتاعها. بسيطة مش في بساطة. نعم. البساطة الناس نعرف عائلة بسيطة، لكن العائلة البسيطة هذه وصلت خرجت رجال ونساء، اللهم صل على النبي عليهم. نعم. يعني دونك فرحة الوالد والوالدة كبيرة ياسر ما تتوصفش، الله يرحمهم الزوز وان شاء الله يسامحونا، ديما نعاودها ان شاء الله يسامحونا. راضين عليكم، ما تخاف من حد شيء بحول الله. رضاء الله رضاء الوالدين، وانتم مشيتوا في حظوظ والديكم وفي رضا والديكم، وهذا اكبر رصيد واكبر كسب الانسان. أيه. انه يموت ابوه يموت امه وهما راضين عليه، هذاك مش هذاك مش تلقاه بحول الله في البنات نتاعك، مش تحكينا عليهم بعد قليل. البنات الملائكه والورديات نسميهم. أيه. الورديات. لكن قبل ذلك الدكتور حبيت نذكر السادة المستمعين اللي الدكتور أبو القاسم راه متحصل على الماستر في مداوات بالإيحاء ليبنوز. هذه راه مش يقول لنا الدكتور راه ماهوش تنويم مغناطيس، يؤكد على ذلك. هو سوي ان براتيسيان اون هيبنوز هيبنوثيرابوت. ايوا ماخذ من ليكول كانديان ديبنوز. وفاش نعم هي والبروغراماسيون لورو لانغويستيك، البرمجه العصبيه اللغويه. به الدكتور الماستر نتاعك هذه ليبنوز كما نشوفوهم في التلفزه اكل يعملوا فيهم كل الناس تنويم مغناطيسي، كل فرجه هذيك في التلفزه، هل هو هذاك الليبنوز والا لا ولا لا اخر؟ ليبنوز دو سبيكتاكل. نعم. ليبنوز دو سبيكتاكل هذه هي اللي كنت متسببه نوعا ما في تاخر ظهور ليبنوز في 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 في, في المجال الطبي في الادوات. نعم. ليبنوز دو سبيكتاكل ماهيش هذا اللي نحكيوا عليه نحن كاطباء معناها.
يعني سي فري ستيني سيونس ستيني سيونس اي لكن ليبنوز سي اون سيونس و لي زيكسبيريمونطاسيون اللي تعملت على ليبنوز للباسيون سوز ليبنوز معناها المريض كي يبدا تحت التاثير التنويم الايحائي فما بوكو تشانجمون حتى على مستوى السيرفو نتاعو دونك ليبنوز دو سبيكتاكل هذه سوتو شوز سي فري يحضر كلكو بيرسون من اللي معاه يحضرهم بالكدا باش يوليو مطيعين يقبلوا اللعب معاه بين قوسين وهما مش موعين 100% لكن سي با سا ليبنوز ثيرابيوتيك ماهيش هذه ليبنوز اللي نعملوا بها نحن اللي نخدموا بها كاطباء مختصين في المعالجه بالايحاء نعم حاجه اخرى حاجه هي المعالجه ان نوصل المريض الى حاله من الاسترخاء الكلي ان نوصله يخليه نخليه الكونسيون نتاعو يرقد الوعي نتاعو يكون راقد ونحن نحكيو مع اللاوعي نتاعو هل الباسيون في الفتره هذيك في السيونس هذيك يولي مسلوب الاراده ام لا دكتور ابدا لانه انك تخليه في راحه واسترخاء ماهوش باش يخليه انه يطبق كل ما تقوله عليه ومش يكون موجود معايا وماهوش غايب على الوعي باش يكون في حاله وعي لا هو راقد لا هو معناها مستفيق لكن اذا فما حوايج ما تعجبوش في الكلام اللي نقوله له ولا الحديث اللي نعمل نحكيه معاه ما يعملهاش وما يعملهاش معناها ينجم حتى يوقف الحصه كومبليتمون كي يحب يوقف دكتور ليبنوز او ليبنوزاتور عنده صفات خاصه حركات خاصه عنده خاصه على مستوى النظرات نتاعو في العيني يحدق في المريض ينظر له عندوش تاثير هذايا الكل عنده تاثير مش ماهوش اذا كان ماهوش موجود في الليبنوثيرابيوت دونك الليبنوثيرابيوت من جمشي لانه الطبيب المداوي بالايحاء سي سورتو طريقه الكلام نتاعو والكلام اللي يقوله هي الاساسيه نعم لكن النظره والحركات نتاعو هذا شيء معناه كيفاش نقولوها نحن حوايج ينجم يزيدها هو في خدمته معناها الاكثر الاقل لكن ماهيش مطلوبه 100% في بالنسبه للطبيب نتاع المعالجه بالايحاء والباسيون يقعد في تبعيه للطبيب المباشر يقعد يتبع فيه ابدا هو فما انيتيك ميديكال نخدموا به بعد ما تكمل معاه الحصه ثم دي سوجيستيون معناها دي بوست سوجيستيون في الاخر انك تخرجوا من الحاله اللي هو فيها وترجع لحالته العاديه ويرجع للحياه اليوميه نتاعو العاديه وما فما حتى امكانيه انه نقعد انا متحكم فيه ولا نعمل حتى تحكم فيه مش صحيح بارفوا تراه في افلام تراه اللي فما شكون بكلمه ينجم ينوم واحد اللي هو مش صحيح نوعا ما مش صحيح بيه دكتور خاطر ناكدوا للساده المستمعين اللي راهو الليبنوز ماهوش تنويم مغناطيسي معنى ذلك راهو هي علاج مداوات بالايحاء وليس تنويم مغناطيسي كان تفسر لنا اكثر يا دكتور التنويم المغناطيسي هو فما سكون ابل انرجي مانيتيك سي ان اوتر فولي معناها فما ناس تخدم بالانرجي مانيتيك اللي هي سيرتو شوز معناها ماهيش التنويم هو تسمى التنويم المغناطيسي الكلمة قاعدت خاطر الأول أول إنسان خدم لو مانيتيزم ومن بعد خرجت منها ليبنوتيزم ليبنوز لكن بعد افترقوا الزوز والليبنوز ولاتوا حدا وعلم قائم الذات لو مانيتيزم لينرجي مانيتيك سي أوتر شوز معناها إنه يخدم بيديه ويخدم بالمانيتيزم الموجودين في ديه ماهيش اختصاصي أنا اختصاصي هو الإيحاء والمداوات سيرتو خاطر ليبنوز تكنيك قوية ياسر تعاون برشا ناس اللي ممكن داروا وخذوا دويات وخذوا برشا حوايج لكن بحصص معينة تنجم توصل معهم نتائج طيبة جدا 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 ومعناها سي تكنيك تري 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 زونتونس قوية برشا 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 للناس اللي تفهمها تتعامل معاه دكتور جاوب برشا حالات في الكا هذه عمليه استرخاء فما ناس كان خاصه في العيادة نتاعك نخدم برشا ليبنوز ونخدم برشا لو ديفلوبمون بيرسونيل
أنا فما برشا ناس تيك بك دي ان بروبليم في حياته نقسموه ونعملوا له أهدافه ونخدم معاه بالبروغراماسيون لينغويستيك بالبرمجة اللغوية العصبية الخطاب بيان سور ونعملوا دي حصص نتاع معناها تنويم بالإيحاء ونحكي مع اللاوعي نتاعو باش نعاونوا أكثر باش يخرج من الحكاية اللي هو موجود فيها موجودة ليزكسبيريونس وفما برشا ناس ديما تتبعث لي وتكلمني وتشكر فيها على العمل اللي عملته معاه. بالنسبة القلبية العضلية اللي كنت تحكي عليها تو اللي عملت فيها التكوين دي البرمجة برمجة اللغوية البروغراماسيون سو سون دي تكنيك معناها السافوار فير انك تتعامل مع الشخص تحدد له ساعات يجيك بك دي اهداف اللي هي صعيب ياسر باش يعملها هو في الوقت هذا لازمك تحدد له المسار نتاعه وتوريه الهدف نتاعه لازم يبدا بهدف هذا قبل ما يمشي للهدف اللي حاجته به وتعاونوا جست بالكلام وبفهم دي تكنيك نعملوا بهم نخدموا بهم باش نوصلوها معناها هو مجال الطب ما شاء الله قاعد يتسع يوما بعد يوم ونحب من المنبر هذا نحييك انت شخصيا ونحيي كل الاساتذه والاطباء الاخصائيين وكذلك الإطار الطبي وشبه الطبي وكذلك الأعوان والممرضين وكل من يعمل في القطاع الصحة خط القطاع الصحة قطاع إنساني قبل كل شيء. ودكتور أبو القاسم حكي لي قبل ما نبدأ الحصة هذه يقول لي راه ليس كل مريض مريض معنى بذلك أن المريض هناك مريض نفسانيا هناك مريض يسحق الدواء لكن في العديد من الحالات مريض يدخل عنده نوعا من يتوهم أنه مريض يعني على مستوى النفسي. الدكتور أبو القاسم اللي فقدناش من المناسبة يخلي المريض متاعه ينشرح له هو بالتالي ما يعطوش دواء يخرج لبس عليه باش بالكوميونيكاسيون بالتخاتم الكوميونيكاسيون جو ان رول تريز امبورطون مع لي باسيون خاصة في العلاج أمراض نفسية وليست عضوية دكتور هك ولا العضوي عضوي ما تنجمش تقول اللي هو مريض عضوي وأنا داويته بالكلام نعم هذه حاجة أكيدة لكن نحن نعرف اللي في تونس تقريبا 60% من الأمراض الموجودة في تونس 80% منها فيها جانب نفساني كبير ياسر خاصة ضغوطات الحياة يا دكتور الستريس الحياة اللي ولات صعيبة برشا والناس ولات معاش عندها الصبر وفي ساعة ما تقلق وفي ساعة ما تتغشش وفي ساعة ما تفد دونك فما شكون يعمل حتى الأقراص المنومة يا دكتور باش يجيه النوم يقول لك معاش نرقد يا دكتور هذوما اللي تنجم تخدم عليهم هي ولا. تخدم عليهم بالبروغراماسيون بالحديث تبدلوا البرمجة متاعه باش يرجع للحياة العادية متاعه ويحس اللي هو إنسان والإنسان هذا معرض إنه يكون في فترة تعب نفسيا في فترة فرحان دونك يزمو يتعلم يتأقلم مع روحه الساعة ويبرمج حياته كيما يحب هو ويخدم باش يوصل اللي يحب عليه هو مش هو يبرمج وكهو مش هو نحدد هدف وكهو تحدد هدف وتحدد له شنو لازم تعمل باش توصل للهدف هذاك هذاك كيفاش نجم تنجح وهذاك كيفاش تنقص حالة اليأس الموجودة عند برشا صغار وبرشا ديزادوليسون ما نحبش نحكي فيه الموضوع لكن يلزم الناس تخمم أطرمه يلزم الناس تبدل طريقة تفكيرها في حياتها اليومية يلزم الواحد يوميا الصباح كيفاز يقعد ولو حتى دقيقتين مع نفسه يتأمل يقرأ حاجة يبدأ صباحه وما يبدأوش صباحه بتليفون وصباحه مش نفطر الصباح ياخذك الدرج 5 دقائق من حياته الصباح ياخذها لنفسه يتأمل مع نفسه باش يبدأ يومه يوم سعيد جدا جدا دكتور نحن ما لاحظناه أيضا قبل كل شيء نحب نحيي في ذاتك أنت ونحيي في شخصك أنت الإصرار على البقاء في تونس كثير من الأطباء يقول لك أنا خيط إجازة متاعي ولا خيط في الطب نمشي للخارج نحن عنا إطارات والحمد لله في تونس خارج أرض الوطن في سواء في فرنسا سواء في أوروبا في ألمانيا والعديد من أصقاع العالم ولكن أنت حبيت تقعد في تونس هل أن الموارد البشرية اللي احنا في عيشوا فيها في تونس والنقص في الأطباء هل هو ناتج عن هجرة الأطباء الأكفاء وأنت طبيب كفء إلى الخارج هو توا الأطباء بدأت تخرج برشا من تونس وكما قلت لك كما معناها كي جيت لوم تعذر لأنه منها
علاش خرج ومنها علاش قعد. أنا علاش قعد خاطر بارفوا تلقى طبيب اختصاصي عنده كفاءة كبيرة لكن ما يلقاش معناها الوسط اللي باش يخدم فيه ما يلقاش الحاجة اللي حاجته به باش يزيد يقدم ويزيد يزيد في البلاد هذه وينجح برشا حوايج فيها. لكن انت الدكتور ما شاء الله عليك معناتها صبرت من الاول، معناتها حليت كابيني والكابيني ما هي سهله من الاول، تحب مده طويله باش تعرف الدكتور كذا، ولكن بعد المده هذه كله الحمد لله ولا طبيب عنده دي باسيون نتاعو وعنده حضور نتاعو ما قلقش. فوالا انت من الناس اللي كيما كنت تحكي لي بكري فما تحدي فما اصرار باش توصل لهدف معين فما مشوا فوالا فما اختيار. نعم انك تختار تحب هكا ولا هكا، يعني الفرصه جاتني اني نخرج راه لكن انا ما انا اخترت اني نقعد في بلادي وفي القيروان. نعم. مش في بلادي وكاو، في بلادي وفي القيروان. يعني كنت نجم نخدم بارتو في تونس الجمهورية كل، لكن أنا حبيت نخدم في القيروان وفي تونس. برشا ناس يقول لك طبيب في بريفي معناها خاص شنو مش يزيد في البلاد ها ويخدم وياخذ في الفلوس اللي هو مش صحيح. راهو الأطباء اللي يخدموا في البريفي عندهم زاد عمل انساني، عمل انساني. نعم كبير ياسر. معناها وقت بريود الكوفيد بار اكزومبل، ايوا بريود الكوفيد الخدمه اللي خدمتها البريفي كبيره ياسر راهي ماشي، معناها خدمه الناس وخدمته تعبت وما خممش الواحد انه يمرض ولا يخاف على روحه ولا، والمريض كي يكلمك تمشي له في كل وقت وتمشي له للدار وتمشي لبرشا بلايص. مشيت انا في القروان لبرشا بلايص مشيت، لأنه يعني الطبيب ما مش معناها يخدم بريفي دونك انا طبيب يخدم بريفي نو بديتو كي طبيب اللي يخدم بريفي كيما طبيب اللي يخدم في السلطة بيبليك كلهم يخدموا مع بعضهم اون كولابوراسيون، الزوز مع بعضهم يخدموا، هذا يعاون هذا، وتونس ما تقدم والصحة في تونس ما تقدم الا ما يتقدموا الزوز مجالات الصحة العمومية. نعم. والطب الخاص، والطب من أنبل المهمات بأم المهام، خاصة كما كنت تحكي منذ قليل العمل الإنساني قبل كل شيء. بيه دكتور نحن في خاتمة هذا الحوار الشيق معك، عملت عمل جمعياتي ما عملتش؟ خدمت من الأول، خدمت مع نقابة الأطباء كنت عضو فيها لمدة فترتين دورتين، انشط زاد في جمعية طبية بالقيروان شط فيها مدة دورتين. توا عضو وأمين مال نادي تنس بالقيروان. نعم. اللي هو سرتون ينشط مع الصغيرات وقاعد يعمل في عمل كبير ياسر وعظيم ياسر جدا جدا في القروان. معناها القيروان بالظروف اللي فيها وبالكل شيء لكن عاملة نتائج كبيرة ياسر في التنس، ونحيي من هنا لي كوتش الكل اللي يخدموا في الكلوب دو تنس دو كيروان، وسمعنا زاد الهيئه المديره نحيوها بجمل تحيه، ونحيي كل العاملين في هذا النادي العريق نادي التنس بالقيروان. وايضا نحييه ذا ربما سي كمال النجار هو سيكون المدير الفني اذا صح المعلومه هذه دكتور. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. به الدكتور في ختام الحوار هذا، انت عندك حب كبير لبناتك، بقى لها 4 بنيات ربي يفضل، وقلت لي نحب نهديهم غناية.